ما مساعد الغفة يا أبو. شو شفت لك منام؟ مجعلك جعلك إيه؟ بحياتي ما شفت جعلك مثل جعلكته. يو خير أمي، شو هالمنام؟ شلو بدي أوصف لك يعني؟ يعني أمي كل جعلوك من جعلكته مجعلك إيه؟ في بقلب منا عشر جعليك مجعلكين بقلب بعضهم البعض. درويش جعلكت لي صباحي من عند على بكرة، احكي شو هالمنام؟ لطيف على هالمنام يا أمي. شو المنام هاد؟ شفت لك أختي بدرية الله يجير بدنها واقفة بنص الصحراء وشعرها هيك منكوش وعم تبكي إيه وتصرخ وتغني وتقول يا زكية زكية هيك بصوت مخنوق، وإذ به بينفتح لك باب من آخر الصحراء هيك كبير ولو طوبة كبيرة بيفتح لحاله هيك وبيفوت منه مين؟ صهري زكي راكب على جمل كبير ما له إجرين له دواليب مثل دواليب التراكتور عم يشفط
ويزمر يشفط ويزمر بهالصحراء، وإذ به بيطرق بصخرة كبيرة بيج بيقوم بيطير من على ظهر الجمال هيك، وين بيجي؟ بقلب نخلة طويلة ونحيفة على أسر السرعة والتقل، بتميل هالنخلة هيك وبتشلفه هديك الشلفة لوين؟ على نخلة تانية بتميل بتشلفه، نخلة بتشلفه، نخلة بتسلقي، نخلة بتشلفه، نخلة بتسلقي، إلى أن تشلفه نخلة شلفة طويلة كتير لفوق 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 لفوق، وين لك بعد؟ بيان الله وكيلك. وهيك بتطلع هيك لتحت بلاقي بحيرة تحت منه، وين بده يروح؟ وصلت لك بهالزلتة هي هيك على تم تمساح مفتوح كبير له أسنان، مو تاري لك صاري زكية حاسب حسابه، حامل غصن من النخلة وشكلها بيتم هالتمساح وتعلق فيها هيك، طلع هيك ما لقى قدام منه غير تم التمساح مفتوح، شال من جيبته مملحة فيها فلفل ورشة صغيرة ويعطس لك هالتمساح هديك العطسة، وهيك بيشل فوق وبيطبص بهالمي بفرط طبصة وحدة. يقوم ولا تضرب انت وهالمنام من جعلك؟ ليش في حدا مش عليك لي عمري وحياتي غيرك؟ طولي بالك ابن هلا، شو سوينا هون؟ حرك حرك طولي بالك يا عمي، تعال هون، طولي بالك، تعال هون، طولي بالك، تعال هون، تعال. طيب ها خذ هلا، هلا شو حطيته يا عمي؟ مو عجبت العيشة هني، حس كل يوم خناق وقتل وضرب و... خير ما عملتوا، كان لازم من الأول تعملوا هيك شيء، لكن هي عيشة؟ لا عيشة ولا سكنة تقعدوا مع بعضكم ببيت واحد، شو ها؟ قلت له أمي أنا من الأول، قلت له خلينا نسكن عند أمي، ما كان يرد علي، شو طالع بإيدي أنا؟ لا يا بدور يا حبيبتي، ليش أنا إمتى كنت ما نفذ لك أوامر؟ على طول أوامرك منفذة حماتي، كل أوامر منفذة. هلأ موضوع وانتهى، شو بدنا بهالحكي؟ لا تبلشوا تتناقروا، عيشوا حياتكم انتوا اتنين ها؟ مزبوط هذا الحكي، يا عيني عليك يا مرت عمي، لازم نعيش حياتنا ثلاثتنا سوا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، شو صار يا زكي؟ شايفك جاي وجايب اغراضك وكراكيبك معك، شو القصة؟ امي صهرك واختك رح يسكنوا معنا. يا حبيبي بدي اسكن عنا هون؟ شي حلو والله، اصبح تفسر منامي وحياتنا رح تتجعلك جعلك. لا يا ود الريوش ليش هيك عم تحكي؟ نحن لو ما بنحبكم اصلا ما نجي نسكن عنكم، بنحبكم نسكن عنكم نحن. لا تقبرني، لا تاخد على خاطرك، عم يمزح هو، عم يمزح. لا لا انا ما عم امزح، ما عاد هيك، انا بالشغلات المصيريه ما بمزح بنوب، فهمتي شلون؟ بيتنا صغير وابكم تسكنوا يعني؟ لك امي ليش زعلان انت؟ بيت الضيق بوسع الف صديق، بعدين ما في حدا غريب، اختك وجوزها ليش متضايق؟ لك يا امي اولا بيتهم اكبر من بيتنا بعشر مرات، ثانيا انا بكره بدي اتجوز، وين بدي اسكن انا وجوزتي؟ ساعتها انت وجوزتك بتندفسوا بغرفه، وانا بندفس بغرفه، وهن بندفسوا بغرفه. شي حلو، خلص انحلت المشاكل، كل واحد بندفس بغرفه، وين المشاكل اكيد دروي؟ بعدين انت مين قال لك يعني انه اذا تجوزت رح تندفس هون بهذا البيت؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ شو قصدك يا بدريه؟ يعني انا بس اتجوزتك طلعيني من البيت؟ سمعتي لك امي؟ سمعتي بالله؟ لا لا مو هيك قصدي، انا مو هيك قصدي، بس قصدي بتسكن بيت حماك، يعني بتنقلع لعندهم انت بتنقلع. لا انا ما بسكن بيت حماي، انا بسكن هون ببيتنا، انا مو مثل جوزك اخروق. هلا خروق؟ هلا انا خروق؟ ايه خروق، ايه خروق، خروق الله يسامحك. امي استهدي بالله، لك امي خلينا نحط له لقمة اكل. ايه شو عليه؟ حطي له خليهم ياكلوا، بعد هيك من خلقتي انا ايش قوي اتعبه انه ياكلوا. يو العين تطرق، يلي بيسمعك بفكر معن حال انت فاتح البيت. صهري لا تزعل الله يوفقك، هو بيحكي هيك بس والله قلبه طيب. معلش مرت عمي انا ما بزعل منه، يعني درويش بيضل اخوه لبدريه وهيو.
نهايتك يا أم زكي. يتركك ابنك الوحيد بتصفي لحالك عايشة. ما أقول قضي عمري هيك بعد ما فنيت عمري مشانه. يتركني ويمشي. يا بني على ليلة خليك ساكن معي، لا تونسني، تونس وحدتي. يا خسارة الدرباية فيك يا بني، يا خسارة. ويما عبايت ترررم حلوة عباتي ترررم، لك يم العباية ترررم حلوة عباتي ترررم. لك شو عم تعمل؟ شوفت عينك، شايفك عم تمسح. ليش وين أختي بدرية؟ نايمة. لك يا عيب الشوم عليك، أنا فكرتك غير هيك. شلون يعني ما عم بفهم عليك؟ يلا جاي أنا فهمك. يا عيب الشوم عليك يا زكي، نزلت من عيني ها؟ ليش شلون؟ لا طريش. مالك شايف حالك شلون طالع شكلك؟ مثل سيدات المنازل يا رجل. فعلا نزلت من عيني يا رجل. اذا بدهم يسكنوك عنا هون بدهم يزلوه، هي شغله نسوان صدقني. لك انت لازم تقعد معزز مكرم، تلف رجل على رجل، عرفت شلون؟ وجنب منك ارجيلتك، وتعا روح. انت لازم تكون الامر الناهي بهالبيت، مو تقعد تمسح. لك قلي لشوف زكي وينهم هلا، هن وينهم؟ شو بعرفني وينهم؟ إيه لا لازم تعرف، ولازم تحط النقاط على الحروف، وتحط حد لهالمهزلة الغير قانونية. لك شو عم تمسح لي بالبيت أرض الدار؟ معقولة شو أنت نسوان يعني؟ طيب إيدي بزنارك، قل لي شو عمين؟ زدت لي هالممسحة من إيدك للا؟ حاضر. إيه ها هيك تمام، الحالي للا. تعال لك تعمل هون، تعال حتى علمك شلون بيكون الرجولية. عود هون، عود، حط رجل على رجل، وهي ارجيتك جنب منك، عرفت شلون؟ اذا حكت اختي او امي معك ايه تفتح عليهم العين الحمراء هيك، ما بتتراخى معهم نوب نوب، فهمت شلون؟ خلص ولا يهمك، من يوم ورايح من ايدك هي لايدك هي. يا عيني عليك يا ابو الزيك، هي هي صفات الرجل المقدام. لك قنص هيك شوي لورا لشو؟ قنص اكثر، هذا هو. ايوه هيك تم قاعد على طول، وثلاث شغلات بتحطهم بخرم اذنك بتعلقهم مثل الحلقه، الحزم، الصلابه، القوه والدكتاتوريه. عيدهم لشو؟ والدكتاتوريه حزم وصلابه. ماشي هدول مني. ايوه يلا خاطرك. لك وين رايح؟ رايح عندي مشوار هلا برجع. ماشي يلا سيدي. لك هيك بتزت الممسحة بنص الطريق؟ تضرب انت واللي بدي علمك. لك طول عمرك خروق او بتمك خروق. هلا قلت عني مقدام؟ مزبوط، تتغير نفسيته للواحد. لا تطلعي فيي هيك ها، لا تقولي نارا ما نارا، جيبي نارا فورا بتجيبي النارا. فهمني شو صاير؟ مو صاير شي ابنو. مسحت ارض ديار ولا لسه؟ لا لسه. ليش بقى؟ هيك جيبي الممسحة انت لشوف. ولشو الممسحة؟ شو لشو الممسحة؟ مشان تمسحي الارض. كنت شو صاير لك انت بعدين اقعد منيح احسن ما يطق لك عرق. انت ما دخلك فيي، انا بقعد كيف ما بدي. بعدين شوفي قلك، اذا بدكم تسكنوني عنكم هون بالبيت بدكم تزلوني، لا تحلموا فيها. هي انا بقعد هيك وبلف رجل على رجل، وتعا تعا روح عجبكم ولا ما عجبكم؟ تروح روحك الهي، ما رح امسح شي.
ماشي أنا بورجيكو. لك ميت أهلا وسهلا بابني درويش، تفضل. الله يزيد فضلك يا طنط أم زكي، شلونك أنت؟ كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله مستورة. شو أخبارك؟ اشتقنا لك. طيب ليش ما بتطلي علينا بتشوفينا؟ قولي في ناس بيشتاقوا لنا بدهم يشوفونا. تشتاق لكم العافية. الله يعافيك يا طنط أم زكي. خير؟ شايفك مو على بعضك، في شيء؟ خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا تفضح. يعني شايفك كأنه ساكنة لحالك، وينه ابنك زكية؟ ابني زكي راح على القامشلي وتركني لحالي. يا لطيف، على القامشلي مرة واحدة؟ ايه عم يتصل فيكم، طمني قلبي مثل النار. ابني مو متعود على الغربة. مو متعود؟ إيه ابنك أكبر كذاب، لا سافر لا على القامشلي ولا على المامشلي، ليكو عنا بالبيت قاعد ساكن هنيك على شطف ومسح وطبخ وجلية. شو عم تقول؟ مثل ما عم أقول لك. طيب وليش لحتى كذب علي؟ يقول لي اني بدي روح اسكن عند حماتي، شو عملت له انا لحتى يطفش من عندي يروح يسكن عند حماته؟ ما بعرف، صدقيني يا طنط ام زكي حاولت اني اقنعه يجي لعندك ولو حتى زيارة صغيرة يبرد لك قلبك فيها، راسه هالحيط ما كان يجي، بصراحة ابنك زكي ولد عاق لا يؤتمن جانبه. انا الحق علي، كان لازم من وقت ما مات ابوه اتجوز، ما كنت وصلت هالمواصيل. هذا الحكي الصح، يعني عفوا عدم المؤاخذة، هلا إذا توفيتي. نعم؟ مو قصدي يا طنطم زكي، أنا اللي بقصده إنه يعني إذا الله أخذ أمانته بعد عمر طويل، مين بده يدرى فيكي بهالبيت؟ إذا ابنك اللي هو ابنك مطنشك واعد عند مرته، بعرفه أنا، يا ريت على شيء منيح، على روح روح وتعا تعا، بقى ما بيحك جلدك بهالأيام غير ضفرك، وإذا بتتجوزي بتكوني عملتي زينة العقل. اخ يا ابني بعد ايش؟ بعد الكبره جبه حمراء؟ لا يا طنط ام زكي لساتك شباب، والف مين يتمناكي، وانا رح اكون جنب منك بهالمحنه، بقى شو بدك هالرقبه هاي سداده؟ فيك البركه ما بتقصر يا ابني. قولي ها شو بدك لحتى اجيب لك لبن العصفور وخيطه بجيب لك اياه؟ يلا خاطري. الله معك، مع السلامه. والله فيك الخير والبركة يا درويش، جيت تشق علي. شبك يا أمي؟ خير؟ ليش ضايجة؟ شو في؟ زكي أمي، زكي مدري شو صاير له. وينه هلا؟ فات على الغرفة لجوا. معلش أمي بسيطة، طولي بالك، رح أعمل لك فنجان قهوة اللي حبه قلبك، روحي عادي أمي، ارتاحي. تري ما شفتي مني انا ماشي. لوين؟ ما بعرف، تركيا على التيسير. يعني بدك تروح وتتركني؟ شو في هاي الشنطه؟ اوعيه. افتحها. شو مانك مصدق انه هاي اوعيه؟ افتحها لشوف ليكون فيها شيء ثاني. ما فيها شيء، عامل لك اوعيه. افتحها. تفضلي. شو هاي؟ هذا اخذه للذكرى اذا ما عندك مانع. شو بكون؟ شو بكون؟ سواكن طالعه شو في؟ ما في شيء امي. هذا زكي بده يروح ويتركني. يو صحيح الحكي يا زكي؟ مثل ما قلت لك. لا ما بتعملها. تعا 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 روق دمك وشرب لك فنجان قهوه. تعا وتعا. ماني جاي، بدي روح يعني بدي روح. ايه تعا اشرب قهوه. شو على كيفك؟ انا ما بصير احكي مثل انت تقول لي لا. عود لشوفهم. عود. ماني قاعد. عود وهدي اعصابك وخود يلا شرب قهوتك. ما بدي اشرب قهوه وماني قاعد. وهلا بدي الارجيله وبدي اشوف مين اللي خرب بهالبيت. اي خلص خلص اعطيه الارجيله. فوق حبيبي فوق. السلام عليكم معلم طيفور، يا احلى ميكانيكي بهالبلد. هذا انت درويش؟
اهلين وسهلين. ايه انا درويش، شلونك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله انا منيح. ولك ما بتقول انت وسارة قدر مقصوف الرقبة انه في إلنا معلم نروح نشق عليه نشوف شو احواله؟ بهي معك حق معلم طيفور، نحن مقصرين. اللي هلا شلونك انت؟ شلون الشغل؟ تمام التمام؟ مثل ما لك شايف كل شهر بتجينا تصليحة خفيفة من هالنوع. امبرا لساني وانا اقول لك غير هالمصلحة، ما كنت ترد علي. والله مظبوط، كان لازم رد عليك. ناولني بربيش الهواء. لعيونك معلم طيفور، هوا بيكون عندك. وبالنسبة لموضوع المصلحة، انا فكرت لك بمصلحة بتاخذ العقل، بتدر عليك ذهب. وانا ما عندي مانع. لا شو هاد؟ جاي هذا بربيش النار، مو بربيش الهواء. ايبا ما في بنزين، انا بدي اخذ السيارة. ولي عليك معي على الشا. يا طارق روح 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 روح. شو ما عرفت تطفي؟ كنت روح حتى وحرقت السيارة وحرقت المحل. تعال شوف، تعال شوف الحالي. يا لطيف، الله ستر، الله ستر. شو صار لك يا معلم طيفور؟ والله خوفتني كلها شويتنا. شو شويتنا؟ كنت حرقت لي المحل وشلوت وشك، شلون بدي اخلص من امك انا؟ هلا شيلنا من هالموضوع، حتعمل لي منه قصة وسيرة؟ أنا جاي خصوصي مشان أسألك، أنت تجوزت ولا لسه؟ وعني يا قايم القصة من بالي، كبرت وراحت علي. شو كبرت؟ لساتك شاب وإلك عندي عروس بتاخد العقل، بتقول له للقمر قوم هيك بدي اقعد معلم منك، بس بدها موافقتك. ما بدي اشوفها بالاول واتعرف عليها. رح احكي لك بالتفصيل، بس ما تقاطعني لحتى اخلص كلامي. ها تفضل. قاطعتني شفت؟ لذلك ساوي لنا شي كاسة شاي لحتى افصل لك الموضوع على كيف كيفك. تكرم. زكي حبيبي بدي لك على شغلة، بس يعني لا تزعل مني، يعني انت بعمرك ما كنت هيك لئيم وتافه لهي الدرجة. مظبوط حبيبتي، بس يعني للضرورة احكام. ايه هي لها احكام، بس هاي الحركات مو حركاتك. مظبوط مو حركاتي، تلقطي على الطاير. اخوكي درويش هو اللي قال لي اعمل هيك، قال لازم الواحد يكون مقدام، وقال لي ثلاث شغلات لازم حطهم حلقة بإذني، لازم يكون حازم وما فهمت الباقي. قلت لي درويش قال لك؟ هو قال لك هيك؟ ايه هات من ايدك ولا هات. قوم قوم احمل القشاطة وامسح ارض البيت احسن ما امسح فيك البلاط. يلا ولا قوم قوم. طيب ماشي انا قايم، اصلا هي كلمة مقدام كلها على بعضها ما حبيتها. اتحرك من هون. روي تقبريني، روي روي بدلك، مو مستاهل اصلا هو. تفضل. لا حول ولا قوة الا بالله، والله قطعت لي قلبي. معقول مو صفيانة غير لحالة بهالبيت؟ ايه مو باقي لها غير الله وانت. بقى انت اذا بتتجوزها بتكون انقذتها للمخلوقة. بعدين هي لقطها عندها بيت سواح نواح، بتفرفش لك وتنعنش لك يومين. انا موافق. موافق؟ امشي معي. لوين؟ نحط النقاط على الحروف ونضرب الحديد وهو حامي. شوف درويش، إذا زبطت هالجوازة إلك عندي مفاجأة بتطير العقل. يلا لأش لحقوا عيي ويرون. يلا يلا قوام بسرعة. قال مفاجأة قال. إيه منعرفك ومنعرف مفاجآتك. يا سلام يا أخي، شو بدك بهالحكي؟ هالسحاب سحبته ظريفة تمام مثل الحلاوة. بعدين الجاكيت ظريف، عرفت شلون؟ بس طويل شوي، أنا بحبه يكون قصير هيك لفوق مرفوع. اخي انا رح اقول لك شلون. بكره ان شاء الله بس يجينا عمله بيجي لعندك باخذ لي مجموعه البضاعه الي انا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. شوفوني ما احلامي. يا عيني عليك يا معلم طيفور. ايش هاد؟ ورجينا شوف. ايه ها ايش منظرك يا اخي، طالع شنتلمان حقيقي. بس بتعرف شو ناقصه؟ شو هون لازم تجي ورده كبيره منشان اصول الاتاكيت. لا ايش الورده؟ شوف هي المحرمة ما أحلاها، الجرافة والمحرمة من هون أخذناها من هاي العلبة. هاي العلبة معناته خلص تمام، إذا هيك أنت عاجبك بلا الوردة. ما بدها وردة. ما بدك حاسبه، خلينا نمشي. فورا؟ إيه فورا. إيه شو عليه؟ قديش أخي؟ 3000 بس. 3000 مثل ما مكتوب على الكرت يعني. يلا ما عليش، هلا أنت ادفع لحتكسب بعدين. طيب ماشي الحال، تفضل أخي. Thank you.
لا والله يا أمي، بس بالي مشغول كتير. أخوك من وقت ما طلع من الصبح لهلا ما رجع، خايف يكون صار معه شيء. لك عن جد وينه هذا لهلا؟ والله ما بعرف. نرى نرى نرى. تعرفي مرت عمي، هالدرويش ما رح يركز ويصير رجل غير ليتجوز. جواز ورصي ان شاء الله. الى هلا ما في بايده لا وظيفه ولا صنعه، اذا تجوز بنت العالم لن يطعميها. مزبوط، هي بايدك حق فيها. يعني شلون بده يطعميها؟ هو مو قادر يطعمي حاله هي. روح دور لك عليه. لا ارتاح انت، لا تروح تدور عليه. بلا ما تضيع مثل العاده ونقعد نحن ندور عليك، منكون بواحد بنصير باثنين. قلتك حبيبتي، شو رايك امي تساعديني شوي بهالجلي؟ يعني والله انكسر ظهري لسه. خد نار وجيب نار، جليها الصحن وقيمة الطنجره، ساعديني شوي ارحموني. ايه قوم بلا لعي، روح كمل الجلي، تحرك. نحن فين وانت فين؟ ماشي، المهم راحتكم. شرف معلم طيفور من هون. ليكو هذا هو البيت. شوف لي هندامي اول، شلو راكب؟ شو بدك احسن من هيك هندام؟ هذا هو الهندام الصميضعي. ايه تمام، بس دفعتني ما فوقي وتحتي، شحدتني. معلومك يا معلم طيفور، اللي بده ياكل لعشرة بده يدفع التسعة، وفهمك كفاية. ماشي الحال، هلا موضوعنا مين بده يفتحه، انا ولا انت؟ انا بحكي كل شيء، انت ما تفتح شيء منه، خليك قاعد ومتصنبع وعلى كيف كيفك. يلا تفضل دق الباب. شرف ركز حالك. ها منيح هيك يا ميرسيف يا كريم، خلي دمك خفيف مشان تقبل فيك. انا درويش طنط ام زكية. مرحبا طنط ام زكية. اهلين عيوني. شلونك؟ الحمد لله. معي ضيوف. يا ميت اهلا وسهلا فيك وفيهم. ايه اهلا وسهلا، تفضل تفضل. شرف تفضل معلم طيفور. يلا يلا اهلا وسهلا. شرف معلم طيفور، تفضل البيت بيتك. اهلا وسهلا. لهون للصدر. تفضل عود. شلون قعدتي هيك راكزه؟ فرجيني لشوف. لا بدك تقنص شويه هيك، قنص. ايوه انت عريس هلا. هي هي العروس؟ ايه هي هي، وهذا البيت تبعها. بقى شو رايك بالعروس؟ منيحه، مو حاكيه شيء، ماشي حالها. شلون مو حاكيه شيء وعم تقول لي ماشي حالها؟ هي لساتها من دون بولشه، شلون ما تشوفها بولشه؟ بتقول له للقمر قوم هيك، قوم بدي اقعد مطرحك. يا سيدي الخيرة فيما اختاره الله، أنا موافق. ها يا عيني عليك. معلم طيفور ليك، شلون شفت لي إياها؟ أنا مبسوط منك كتير، عروس لقطة. لحتى تعرف إنه درويش وفية. بالمأهل الله يسلم هديات يا رب. ليش عذبتي حالك طنط ام زكي؟ كنت ساويت القهوة عني. عذابكم راحة، ما بتقصر يا ابي. ايه سيدي، خلينا نفوت بالموضوع مباشرة ونضرب الحديد وهو حامي، شو رأيكم؟ انا ما عندي مانع. نعم شو بتقصد؟ قصدي يا طنط ام زكي يعني نجمع راسين على مخدة واحدة، ومثل ما بيقول المثل كل عنزة معلقة من كرعوبة، وطيفور بالايد احسن من عشرة على الشجرة. بقى على قد بساطك مد رجليك، الجمل وقع كسر رقبته ما شاف حردبته. شو معلم طيفور؟ خليك معي هون، شايفك مو معي، وين شارد؟ معك انا، معك كمل. نحن معك كمل. لا هيك ما بيمشي الحال، طولوا بالكم، بدكم تقولوا لي كلام واضح وصريح. معلم طيفور، هل تقبل انه تكون طنط ام زكي بعله لك؟ نعم اقبلها بعله لي. طنط ام زكي، هل تقبلين انه المعلم طيفور يكون بعل لك؟ نعم أقبله بعلن لي. شو يعني استبينا؟ استبينا.
هلا معقول اللي هلا ما يجي على البيت؟ طب وين بدي اكون لهلا؟ يا ربي دخيلك، شو بدي اعمل انا؟ وين بدي اروح ادور عليه؟ والله هالصبي رح يجنني، شو هالمصيبه هي؟ الف مبروك. الله يبارك فيك ويعطيك العافيه. شكرا يا اخي. شلوني معك طنط ام زكيه؟ لك روح الله يفرحني فيك وبعرسك، فيك الخير والبركه. يا الله ان شاء الله الف مبروك. انا بالنسبه لي بتسمحوا لي بدي امشي. لا وين رايح؟ قاعدين بكير. والله فيها وجهه نظر، نقعدنا شويه ثانيه وبنشرب فنجان قهوه من تحت ايد طنط ام زكيه. اي والله يا ريت يا ام زكي تساوي لنا هيك شيء، كم فنجان قهوه نشربهم على رواق. على راسي. بتعرف يا معلم فوار اني فرحت لك من جوات قلبي. يا اخي شلون زبطت هالجوازه هيك فجاه وعلى حيني غره من دون ما ننتبه؟ ما بعرف اخي، النيه سليمه، شو بدك بالحكيه؟ شو عم تعمل انت؟ شو عم تعمل؟ بدي اغسل رجلي وارتاح لي شوي. ايه صرنا من الصبح واقفين على اقدام رجلينا. ايه كعابي تدربسه تدربسه وركاكيبي فاتت ببطاط رجلي من كثر الضغط طول النهار. لك مو مشان شيء، هلا امك بينشغل بالها عليك. لا تخاف، امي ما بينشغل بالها على حدا. تفضلوا هي القهوه. طنط ام زكي زكاتك جيبي لنا بشكير مشان ننشف رجلينا. على عيني. ولا زرع عليك بستان ورواد وشاجرة صغيرة تفيك. يا ساعدني شوي امسكني مشان اصحك تصحك وتقع بالمي كمان. لا تخاف بعرف بسبح. شو ما بين حدا؟ لا ما بين، اندفعت ثنتين. ولا زرع عليك بستان ورواد. شو هاد عم يطلع سوداني هون معنا بهدول؟ خلينا على هدول. ولا زرع عليك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي 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 مصلطة. ولا زرع عليك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي. ولا زرع عليك بستان ورود شجرة صغيرة. ساعتك هون انت؟ ايه سهرانين قاعديا. شو سهرانين؟ رح يطلع الضو صار الساعة 3. شو هالحكي، صارت الساعة 3 وما انتبهنا بعد نص الليل؟ تأكد لي من الموضوع من ساعتك لشوفها. 3 إلا دقيقتين. يا لطيف شلون هيك مرق الوقت وما حسينا؟ معقولة يا أخي السهرة الحلوة بمرق فيها الوقت بسرعة ما بيحس الواحد. يلا سيدي شو بدنا نعمل؟ أنا صار لازم أمشي على فكرة. قاعدين وبدك تروح لسه ما طلع الضو بكير. لا يمل يا معلم طيفور. صول 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 يا مخاطر كوال. نعم شو هالعلقة هاي اللي حيجننا؟ لك درويش تعال هنا. وين كنت لهلا ولا؟ خير امية؟ شايفك مو على بعضك، في شيء؟ في واحد بيطلع من بيته من الصبح ما بيرجع لنص الليل، وين كنت ولا؟ وين بدي كون يعني؟ كنت بمهمة خيرية. نعم نعم نعم، وشو هاي المهمة الخيرية بعدين؟ جمعت راسين على فرد مخدة وحدة. ها، ما عم بفهم عليه. وينه زكي المقدام؟ مو شايفه؟ مدفوس، شو بدك فيه؟ هلا فهمني شو هاي راسين على فرد مخدة؟ هلا هيك بصير فهمك هيك من دون ولا شيء؟ خلاص مو تعملي لنا فنجان قهوة لحتى احكي لك كل شيء على رواق وبالتفصيل. ماشي امري لله، رح اعمل لك فنجان قهوة بسيطة. يلا اوام اوام. ولك؟ قصدي على مهلك امي، على مهلك. اللي صار ابن عمي بعد الشقة والتعطير وليت عمري مشانه وربيته بالأخير تخلى عني وتركني بالبيت لحالي. بسيطة حبيبتي، لكن لك فكرة، أنا بعوضك عن كل لحظة أسى مرقت عليك بإذن الله، بس ما بدي أشوف هالدموع بهالعيون الحلوة. بعدين لا تنسي إنه هاي ليلتنا، ليلة فرحنا. هاي دموع الفرح ابن عمي.
هالمضروب درويش قديش أنا ممنونه يلي جمعنا على مخدة واحدة. بس رغم أنه يعني ضايقنا وزعجنا ورفع لنا ضغطنا. هاي هي كل القصة يا أم درويش، وتركتهم هلأ للمعلم طيفور وأم زكي عايشين بثبات وبنبات وعم يخلفوا صبيان وبنات. بقى شو رأيك بعمل الخير اللي سواه ابنك درويش؟ تضرب أنت وهيك عمل خير؟ أنت غبت للساعة 4:30 الصبح مشان تعمل لي خطابة للعالم؟ ولمين؟ لأم زكي وطيفور. الله لا يعطيك العافية. ولا أنت صار الواحد لازم يفكر بتربايتك من أول وجديد. لا لطيف يا أمي، اللي بيعمل خير بيصير بده ترباية يعني. هلأ رح ورجيك الخير شلون. قيم بكثيرك، قيم. يا لطيف أم درويش وبعرفها. هربت؟ طيب بسيطة يا درويش، وعندك تروح مني يعني؟ فكر حالك شاطر ما هي؟ ايه؟ ولا كسر راسك والله. لو كان طلع على غرفته كنت شفته، بس ما طلع على غرفته، وين راح؟ قال شو؟ فاعل خير قال، وما لا يعمل الخير إلا مع طيفور وأم زكي. ليش أنا شبني أنا؟ آه شبني؟ بسيطة، ولا لا كسر راسك ها؟ وهي قاعدة. ابن عمي ابن عمي جلس نومتك. وحاططني مخدتي كمان. ابن عمي جلس نومتك، رح يصير الصبح وما قدرت نام. احسن شي قوم نام بغرفة تانية. شوفي شوفي، لك ليش ضربتني كف؟ ليش انا ضربتك كف؟ انت كم مين يعني؟ لك انا ما ضربتك كف، بعدين انت قرصتيني من رجلي وانا بسابع نومي ما فتحت تبي. لك انا قرصتك، انت قرصتك انا، انت قرصتك انت. طيب خلص ماشي الحال، انا بعتذر على شيء ما عملته، ولا تواخذيني ومنك السماح. دفس نام دفس. خلص رح نام. شو الليلة هي يا روزا؟ ماشي الحال يا زكي، قال بده يضل رابس على قلبنا. إيه إذا ما بشنطتك شنطة الكلاب يا زكي ما بيكون اسمي درويش. Thank you.
يسلموا. يلا ينام زكي ينام. ليش قتلوا طير الحمام؟ روح يا حمام لا تصدق. اضحك على زكي تينام. برجيك يا زكي. شو ها؟ يخرب بيت قلبك؟ بدك تربطني بدل ما انا ربطك؟ ايه طيب وقعت والله وقعك. بسم الله الرحمن الرحيم. زكي زكي وينك زكي؟ لك شحني شحني انا هون. يخرب بيتك ليش هيك عم تزحف مثل الحراميه؟ لك مو انا اللي عم بزحف، في حدا عم بيزحفني. هذا انت؟ شوفي حماتي انا عم بشتغل هون مربطون وما عم بحكي شيء، ما تعذبوني هاد العذاب كله حرام عليكم. بسجن الباستك ما عذبوا هيك عذاب. مزبوط امي، بالسجن هذا اللي عم يقول عليه زكي ما عملوا معه هيك. لك امي مو انا اللي عملت هيك. مين لك كان امي؟ مين لك كان في غيره؟ ممسوع الرقبه اخوكي درويش. على كلنا حصل خير حماتي، بس الله يرضى عليكي. لا عاد تعيديها مرة تانية. لسه بيقلي اللي بقى تعيديها؟ لك شو انت ما بتفهم؟ عم بقول لك درويش، درويش اللي عمل هيك مو انا. خلص روي لا تعصبي، هي مو هو اللي طلع. هي خذ مرتك وفوتوا ناموا غرفتكم يلا بلا لعيب. لا تعي لهو مره، انا ما عاد يجيني النوم بعدين، ما عاد استجر فوت نام لحالي جوا. ليش بعدين؟ بتخافي ردها هي مرة تانية على صغير؟ لانه خذ مرتك وفوتوا ناموا بغرفتي يلا شرفوا. طيب احسن هيك، ان شاء الله هيك تصبحي على خير. وانت من اهله يلا تحرك. على كل اذا ما بتخافي فوتي انت يعني نامي جوا عنا بالغرفه. فوت باللعي فوت. ماشي حاضر. شفتوا مني شيء؟ أول الرأس عنجلية. صباح الخير ابن عمي. يسعد صباحك ومساكي ويخلي لي ياكي يا أم زكي. شو شايفك فايقة على بكير؟ ما في شيء، بس طول الليل ما حسنتنا. خير؟ ليش شو صاير لي؟ مو صاير لي شيء، بس هالقطار اللي طول الليل شغال ما خلاني نام. قطار؟ قطار شو؟ يعني عدم المؤاخذة حضرة جنابك، طول الليل قاعد عم تشخر من ما بدي نام. هي بسيطة، هي لأنه تغير مرقدي، يمكن المخدة عالية، بكره بتعود عليها. أنا رايح على الورشة، بدك شيء؟ بدي سلامتك. الله يسلمك. يا عين ورشة طيفور للميكانيك يا حلو. إذا ما بغير لك هالمصلحة يا طيفور ما بيكون اسمي درويش. صايرة شمسه عالية والله، بس هلأ ما فتح. نحن بس كنا نتأخر أنا وزكي كان يبهدلنا. شو عليه؟ مرجوعك لهون على الورشة يا طيفور، وهي أنا مالي متزحزح من هون لحتى ترجع. وها هاي قاعدة. ليش صار معنا؟ يمكن لأنه من حفر حفرة لأخيه وقع في البرميل. عش المجانين.
وش 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 العصفور بعشو عم يركب دش نحنا ليالينا مليانه وش عصفور بعشو عم يركب دش نحنا ليالينا مليانه وش وش نحنا على كل شي انبز من رش وعيشتنا كلها طنش لتعيش نحنا على كل شي انبز من رش انبز من رش عيشتنا كلها طنش لتعيش ما هي حياتنا هيك عم تطلع المجنون بيحكي العاقل عم يسمع نبض من رش وعيشتنا كلها طنش لتعيش